فرص اللي بتجي له، حته انهاء الهجمه. رمضان صبحي لو اشتغل على النقطه دي هيكون ليه شأن تاني خالص في الكره المصريه، بالموهبه والمهاره اللي عنده بيقدر يخلق فرص، بيقدر يعدي في مساحات. الموهبه والمهاره والقوه، والقوه كمان انه لما بيستلم الكره تحت ضغط، تحت ضغط لا بيقدر يسيطر عليها، ما بيقدرش حد ياخدها، دي حاجه مهمه. تاني حاجه بيقدر يعدي ويفوت من اللعيبه في مساحات ضيقه. دايما النادي الاهلي بنشوفه في الفرق اللي قدامه بقى عندها تكتل دفاعي كبير، هو لا عنده المساحه انه بيقف على الكوره، ليه رؤيه حتى بعد ما بيعدي بيقدر يرفع عينه ويعملها كمان لواحد تاني. النهارده شفناها في كذا لعبه. لو هو اشتغل رمضان صبحي نفسه على حته انهاء الهجمه دي وبدا يسجل اهداف كمان هيبقى ليه شان كبير. صالح جمعه الحمد لله المستوى بيزيد من كل مباراه للتانيه، يعني بدا هو حوالي 3 4 ماتشات بدا يشارك بصفه اساسيه، كل مباراه الريتم بيجي، كل مباراه اللياقه البدنيه والذهنيه والفنيه والشراسه كمان حتى في الدفاع. فالنهارده لا، ما انت النهارده لما بتبقى فنيا وبدنيا كويس خلاص تقدر تشتغل براحتك، تشتغل بتعمل الناحيه الهجوميه بتاعتك بشكل كويس، وبتقدر ترجع كمان تقفل مع حمدي فتحي ومع عمرو السوليه. ف صالح جمعه ما شاء الله بيأدي يعني مستوى كويس، ولازم هو يخلق لنفسه هدف، هدفه كاس الامم اللي جايه، وهيجي من اداؤه مع النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يتوج ببطوله الدوري ويكون هو احد الاسباب المهمه، برضه يبقى هو حاطط من ضمن اهدافه ان عايز يروح كاس الامم، وفرصه ان شاء الله تكون كبيره بالمستوى اللي بيقدمه. حسين الشحات، حسين الشحات يعني لسه ما زلت بقول انا عايزه يتحرر من الضغوط اللي عليه، مش لازم كل مباراه ينزل انا حاطط في دماغي ان انا لازم انا اسجل جول او لازم اطلع الناس تتكلم عليا، لا انت اشتغل وادي وهيجي لك انت وقتك. حسين الشحات هيجي وقت هيبقى من اهم اللعيبه اللي في النادي الاهلي، هيبقى هو اللي دايما بيكسب النادي الاهلي، لكن انا دايما بحس ان هو بيشتغل تحت ضغط. النهارده لعب وقت طويل حوالي 70 دقيقه، يعني ادى فيها في اوقات كتيره بروح قويه بشكل كويس. المباراه اللي فاتت لعب وقت قصير ادى بشكل كويس، لكن مش عايزه دايما يبقى هو مضغوط، لا هو من اللعيبه المميزه، من الصفقات المهمه اللي ابرمها النادي الاهلي. ممكن حته التاقلم والتجانس وانه يعني لسه ما دخلش قوي مع النادي الاهلي ما يقلقش من النقطه دي. كره ما عندها، كره ما عندها، ما انا مش عايزه عشان الكره ما عندها هو يعاند مع كره، لا هو يبقى كده الدنيا اسهل. رمضان صبحي عشان دخل بسرعه عشان هو قبل كده لعب مع النادي الاهلي وفي صفوف الناشئين النادي الاهلي وعارف اللعيبه وعارف اسلوب النادي الاهلي، فاوريدي دخل على طول في في في, في فريق النادي الاهلي. حسين الشحات ما فيش مشكله يعني ياخد وقته وهيبقى من اللعيبه المهمه. طبعا النهارده تغييرات، نزل وليد سليمان خد وقت اطول عن المباراه اللي فاتت كان 10 دقايق، المره اللي فاتت النهارده بياخد 20 دقيقه برضه.